يعني كان ممكن ان اسمع له شوي قبل اسبوعين ثلاثه، بس مع التحولات اللي بسوريا اليوم ما عاد هذا الحكي مقبول. يعني انا بفهم انه هذا الحكي من اسبوعين ثلاثه او من شهرين ثلاثه، ولكن اليوم مع التحولات اللي بسوريا، مع التحولات اللي باليمن، يعني هلا ب 48 ساعه الماضيه في مذبحه كبيره صارت بالسعوديين واعوانهم بالقصف الصاروخي، وبالتالي كثير الوضع متاثر. فما عاد هذا الحكي مقبول بتاتا. هلا بين انه تلملم اوضاعك وتروح تتفاهم مع النظام، بين انك تحمل السلاح ضد النظام، بين هالطرحين انا مع استمرار الحراك السلمي بقوه لانه الامور لصالحه في المستقبل. بس هذا اللي بيقول روح هلا لملم حالك، ما هو رايح هو عم بلملم حاله. شو شفتوا راح عمل عند بوتين؟ لما بيعطيه سيف دمشقي بقول له هذا سيف النصر بسوريا، شو عم يعمل ملك البحرين؟ عم بقول له نحن بدنا نخلص بسرعه دغري، عم يشتري حاله من خلال دعم روسيا في سوريا. هذا معناته كان قبل بشهرين ثلاثه ما يقدر يعمل. وبالتالي بدها شويه صبر للعالم تشوف الصوره بشكل اخر. بهمه الشباب.